قواعد البيانات. العلاقات في قواعد البيانات Relationships in SQL هم ثلاث أنواع: One-to-one حيث يتصل جدول بجدول آخر، One-to-many حيث يمكن ربط جدول بعدد من الجدول، Many-to-many حيث ربط عدد من الجدول بعدد من الجدول. وقد ينطبق ذلك على الحقول أيضا، يمكن ربط حقل بحقل في جدول بعدد حقول معينة في جدول آخر تمثل One-to-many. طب ما هي مميزات الربط؟ مميزات الربط: منع تكرار البيانات في جدول وجدول آخر، إمكانية التحديث وسهولة وسرعة استخراج البيانات، التنظيم وسرعة المعالجة في قواعد البيانات. دي كلها نقاط مهمة جدا. قبل ما ندخل على البرنامج والتطبيق لازم نعرف الفرق بين الـ SQL Primary Key والـ SQL Foreign Key. Primary Key هو حقل يجب أن يكون بياناته غير مكررة، مفردة، مميزة، فريدة من نوعها. cannot contain null value، لا يمكن أن يحتوي الحقل بيانات null فارغة. والجدول بيكون فيه one primary key. foreign key هو مفتاح يستخدم لربط جدولين ببعض. باختصار ننتقل للبرنامج. لدينا قاعدة بيانات لمكتبة، انشأ داخلها جدولين. الجدول الأول هيكون للكتب books create table books، وده هيكون داخله ID اللي هو BID INT، طبعا هيكون primary key. و B name ده varchar، و publisher بيكون varchar. كتبنا الكود، نضغط على F5 أو execute، كده هيعمل لنا جدول هنا اسمه books. نعمل جدول تاني يبقى اسمه students، يكون فيه ID بس مش هيكون هو primary key، ID عادي خالص، student name. نشيل هنا البابليشر، نخليه جيت بي كود اي ان تي، برايمري كي. لما عندنا جدول تاني اسمه students، نضغط على F5، عندنا جدول تاني اسمه students. الجدول الأول books، احنا design mode هو بالشكل ده، ID هو primary key، وفي bname اسم الكتاب، و publisher الناشر، students
ديزاين مود برضو، عندنا اي دي اي ام تي و اس نيم ستودنت نيم و البي كود، كود الكتاب اللي هو الحقل المتكرر بين الاثنين، يكون اي دي للكتاب والبي كود هنا. خلاص احنا كده خلصنا مرحلة انشاء الجدولين. المرحلة التالية هتكون ربط الجدولين ببعض، ودي بتتم عن طريق الآتي: نفتح الديزاين مود للجدولين. عندي الجدولين، جدول أساسي هيكون بوكس، جدول الفرعي هيكون ستودنتس. كليك يمين هنا relationship، add relationship foreign key، اضغط على table and columns specification. ال primary key table هو البوكس، الحقل اللي هيكون داخله هو ال ID، ال foreign key table هو ال student، والحقل اللي هيكون داخله هو البي كود. مجرد ضغط على حفظ تظهر رسالة the following table will be saved to your database. Do you want to continue? Yes. وكده حفظ ربط الجدولين ببعض وحفظهم. نشوف هنا ال database diagram، new database diagram. الرسالة دي ممكن تظهر، هي سبب غير واضح، بس مشكلة حلها بيكون نقفل البرنامج ونشغله تاني عشان نحل المشكلة دي. لو واجهتكم يعني tables، هنا الجداول بتاعتنا database diagram، new database diagram، تظهر الواجهة دي: add table، نضيف جدول بوكس، ونضيف student، close. كده بقى عندنا الجدولين تم ربطهم زي ما احنا شايفين. العلاقة دي جدولين متصلين ببعض كده. طيب هنحفظ الدياجرام ده، هنسميه بوكس تو ستودنت. One, two, one. Relation. نقفل ده، ضغطنا هنا كده هنلاقي هنا ال relation اللي احنا عملناها. ده ال diagram ده مجرد شكل، انما ال relationship بتكون بين الجدولين، جدول box و جدول service. طيب عشان نشوف تأثير ده على الجدولين احنا لازم ندخل لل edit mode، edit في ال box، edit في ال student. احنا قلنا الجدول الأساسي عندنا box، يعني المفروض ما ينفعش اكتب اي حاجة في الستودنت الا لما اكون كاتب حاجة هنا في البوكس. طب نجرب نكتب حاجة هنا في الستودنت، واحد student name محمد بيكود واحد. طيب هنا ما سمحش بالكتابة عشان اصلا مفيش في الكتب كتاب واخد الكود واحد. طيب ازاي هو هيسمح باضافة طالب مستعير كتاب وهو مفيش كتاب اصلا في المكتبة بالاسم بالكود ده؟ اوكي نطلع من دي، نضغط على escape، نكتب هنا واحد، ده كود الكتاب واحد، اسم الكتاب، فلنفترض انه biography مثلا. publisher، no
نور اتنين جي اي اس نور برضو. طيب مجرد ما ارجع هنا للستيدنت، ستيدنت اي دي واحد، ستيدنت نيم محمد، بي كود واحد، مفيش اي مشكلة لان الكتاب موجود. طيب نجرب، احنا عندنا هناك بي كود واحد وبي كود اتنين، طب نجرب نكتب تلاتة ونشوف. هنا الاي دي واحد، اي دي الطالب، هنا علي، نجرب بي كود تلاتة، مش هيسمح عشان مفيش كود بالقيمة دي. طيب نجرب اتنين، هيقبل القيمة مباشرة. مجرد ما نكتب طبعا القيم في الجداول بيتم حفظها تلقائيا بواسطة البرنامج. هكتب بيانات وهرجع تاني عشان أطلع. عندي هنا بيانات في الجدول تم إدخالها، 5 بيانات في كل من الجدولين. هنعمل استخراج للبيانات اللي احنا كتبناها دي، هي كويري select all from box و student semicolon F5. هنا هيستخرج كل البيانات بس بشكل غير منظم. عشان نرتب البيانات دي هنضيف حاجة صغيرة كده للكود، هنضيف للكود وير اي دي، وانا هنا عندي اكتر من حقل اي دي فمش هينفع نستخدم اي دي بصورة مباشرة. عندي حقلين اي دي، حقل في البوك وحقل في الستودنتس، فممكن نقول بوكس دوت اي دي تساوي بيكود، ممكن نستخدم بصورة مباشرة لأنه حقله يونيك F5. تطلع النتيجة بالشكل ده اللي هي القيم بشكل غير مكرر. كل الشروط اللي طبقناها في السيلكت يمكن تطبيقها هنا. السيلكشن هنا او استخراج البيانات هنا اسمه جوين، بس ده اسمه ايكو جوين او الربط المتساوي، بحيث ان بيتم فيه ربط حقل من او صف من الجدول الاول بصف من الجدول الثاني. في انواع تانية من الجوين هنشوفها دلوقتي. different type of SQL joins، في ال inner join، left outer join، right join، وال full join. الجرافز هنا الأشكال دي بتوضح الجوين. inner join يعني هيستخرج البيانات المتقاطعة بين الجدولين، left join هيستخرج البيانات اللي في الجدول الأول بالإضافة إلى البيانات المتقاطعة من الجدول الأول مع الجدول الثاني، right join هيستخرج البيانات من الجدول الثاني بالإضافة للبيانات اللي من الجدول الثاني التي تتقاطع مع الجدول الأول، أو البيانات اللي في الجدول الأول التي تتقاطع مع الجدول الثاني. الفول أوتر جوين يستخرج البيانات تتقاطع مع الجدول الأول والجدول الثاني والبيانات اللي في الجدول الأول واللي في الجدول الثاني بشكل كامل. نطبق ده ونطبق نقاط منه يعني ونشوف. نطبق هنا الليفت جوين، عشان نطبق الليفت جوين انتر على بوكس left join students on box.id semicolon F5. هنا هيستخرج كل البيانات اللي في الجدول بوكس بالإضافة إلى البيانات اللي تتقاطع معها في جدول students. طيب لو احنا مش عايزين غير البيانات اللي بتتقاطع في ال، عايزين نطبق write join يعني البيانات اللي في الجدول الثاني
التاني بشكل كامل، واللي بتتقاطع في نفس الوقت مع البيانات اللي في الجدول الأول. نعمل ايه؟ خليها رايت جوين. وضح الفرق هنا في النتيجة. النتيجة هنا بتشمل البيانات اللي بتتقاطع مع الجدولين بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالجدول الأول، عشان احنا عملنا ليفت جوين. من الرايت جوين اف خمسة اللي هيرجع يبقى البيانات اللي في الجدول الأول اللي هو جدول الثاني أقصد، جدول students، واللي بتتقاطع في نفس الوقت مع البيانات الجدول بوكس. كده احنا طبقنا left join و right join. طيب نجرب ال inner join. inner join هنا ال inner join ال inner join البيانات اللي بتتقاطع بين الجدولين فقط. هو هنا هيتشابه مع left join بشكل بسيط عشان مفيش فرق بين الجدولين في البيانات كبير. الفول اوتر جوين هيجيب البيانات من الجدولين. نجربها، نكتب هنا فول اوتر. هنا البيانات من كل البيانات اللي في الجدولين، البيانات المتقاطعة في الجدول الاول اضافة البيانات في الجدول الثاني مع البيانات المتقاطعة بين الجدول الأول والتاني بشكل منظم في الريزلت زي ما احنا شايفينها ظاهرة كده عندنا. ده كان موضوعنا عن relationships in SQL database and join وأنواع. That's it. Okay.